احنا بس اغلب معلوماتنا غلط. المعلومه الحياتيه اليوميه دي غلط. اساسا البني ادم طبيعي لسه عارف المعلومه دي والله من كام يوم. الانسان الطبيعي المفروض ينام اصلا من 10 ل 12 ساعه في اليوم، مش 8 ساعات والكلام الفاضي ده. المفروض تخش الحمام 4 أو 5 مرات مش مره واحده، والمره بتقعد فيها مثلا 4 ساعات. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. مرجان احمد مرجان بروسيد سردين. هو انت لسه ما نفذتش قرار الاهلي يا حسين؟ مهما مليت في شتات عمرك ما هتملى الشرخ اللي جواك، وحتى لو مليته هتستفيد ايه؟ ما اخرتها مترين في متر، كله رايح كله رايح كله رايح. هات يا سيدي الكمبيوتر. امال ايه اللي كان متلقح قدامك ده؟ لا نعرف التاني ابو سلك ده، ما خدناهوش في الكلاس.